ينضم إلينا من تونس الدكتور محمد العفاس النائب في البرلمان التونسي عن ائتلاف الكرامة. أهلا بك معنا دكتور محمد. دعني أبدأ معك من تصريحات رئيس كتلة الائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وهنا داعيا إلى عزل الرئيس. وهل هذا ممكن؟ دعني أقرأ عليك كما ذكر سيف الدين مخلوف، ذكر بأنه دعا الأحزاب إلى عزل قيس سعيد، وأيضا ضمن ما بحسب ما قال ضمن نص المادة 88، وتنص هذا الفصل من الدستور التونسي أنه يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه. وفي هذه الحالة تقع الحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه، ولا يمكن للمحكمة أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل، ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى، علما بأن المحكمة الدستورية غير مشكلة وغير حاضر الآن في تونس. إذن أبدأ معك من هنا، من هذه التصريحات لرئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، هل يمكن عزل الرئيس ضمن هذه المادة 88 من الدستور التونسي؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، خليني هذه مقدمة بسيطة. قبل أن نشهد الانقلابي في تونس، يجب بعض المصورات من خلال انسداد الأفق في المجلس السياسي والأزمة السياسية اللي هي أمر واقع وليست مسألة للمختلف. ما قام به الرئيس قيس سعيد منذ فترة هي مراكمة لسير القاعدة السورية جسيمة، منذ رفضه ختم مشاريع القانونيين، ومنذ رفضه ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية، وكذلك منذ رفضه أداء اليمين الدستورية للتحرير الوزاري. ثم فيما بعد اليوم الرئيس قيس سعيد قام صراحة بعسكرة محيط البرلمان وغرقه بالقوات العسكرية، وهذا لا طيب. يمت دكتور محمد، لأنه يبدو أنك مشكلة في الصوت نواجهها معك من المصدر، سنحاول إصلاح ذلك. إذن مشاهدينا الكرام، إذن كما علقنا قبل قليل على تصريحات رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، يتحدث عن إمكانية عزل الرئيس ضمن المادة الدستورية 88 من الدستور التونسي التي تمكن أعضاء البرلمان من إصدار قرار وتحويله إلى المحكمة الدستورية التي غير مشكلة حتى اللحظة لعزل الرئيس التونسي. سنسأل الدكتور محمد عن إمكانية بالفعل حدوث ذلك، إمكانية عزل الرئيس ضمن هذه المادة التي تنص على ربما لأغلبية أعضاء الثلثين من البرلمان لتتمكنهم من عزل الرئيس. وقبل ذلك أيضا كان هناك تهديدات من النائب عن حزب قلب تونس عايد عياض اللومي، يقول بأنه سيتم البدء في إجراءات عزل الرئيس غير عبر تفعيل الفصل 88 من الدستور لتجاوزه مقتضيات النص الدستوري وسبب رفضه التصديق على تعديل وزاري. إذن هناك جهات حزبية وكتل سياسية في البلاد تسعى إلى عزل الرئيس عبر هذه المادة، المادة 88 من الدستور، وكله يسعى ضمن الدستور التونسي. الرئيس قراراته مبنية على المادة 80 من الدستور التونسي كما يقول، وأيضا هنا أحزاب سياسية وكتل سياسية في البلاد تدعو إلى عزل الرئيس أيضا ضمن المادة 88 من الدستور التونسي. ما مدى حدوث ذلك وإمكانية بالفعل حدوث ذلك وعزل الرئيس ضمن هذه المادة؟ نحاول مرة أخرى العودة إلى الدكتور محمد العفاس. هل تسمعني دكتور محمد؟ إذن نعم، إذن هذه المادة 88 هل يمكن بموجبها عزل الرئيس قيس سعيد؟ دعني أقول لك أن ما قام به الرئيس قيس سعيد بداية كان استنادا على تأويل مجانب للصواب للفصل 80 من الدستور، لأن هنالك إجراء مستحيل وهو استشارة المحكمة الدستورية. إذا كان فينا بنظرية توازي الإجراءات يمكن لمجلس نواب الشعب اليوم أمام كل المشرعين لما قام به قيس سعيد ان يقوم بالمثل ويصوت باغلبيه الثلثين على عزل قيس سعيد لثبوت قيامه في فروقات جسيمه
لعل اكثرها وضوحا اثرت في البرلمان وسيطرته على السلطه القضائيه وعزله راس السلطه التنفيذيه المتمثل في رئيس الحكومه والذي ليس من صلاحياته. اليوم الرئيس السعيد جعل نفسه في مرتبه نصف اله في تونس، فهو من يحكم بالبراءه من عدمها، وهو من يصنف الناس على اساس الطهر وعلى اساس النجاسه للاسف. اذا كان عملنا بالمثل الاغلبيه البرلمانيه الموجوده حاليا لو فوتت اغلبيه الثلثين مع قيمه مبدا توازي الاجراءات يمكن لها ان تعزل اي جمهوريه تسقط. اذا هذا وارد، هذا يمكن في ضمن الدستور عزل الرئيس قيس سعيد. والبرلمان لا يمكن ان يعقد جلسات حتى لانه مجمد بحسب الوضع الراهن في البلاد. كيف اذا يمكن اصدار هذا القرار؟ اجبتك من حيث المساله القانونيه، الرئيس قيس سعيد استند على الفصل 80 في الدستور وليس الامر كذلك، بل هو حوله على هواء الانقلاب وعلى هواء من يدعمه في انقلابه. اجبتك على المستوى النظري، اذا كان تجنبنا مسألة المحكمة الدستورية هي الإجراء المستقيم في استشارتها وتقييم الخطأ الجسيم، يمكن عملا بنفس المبدأ أن يتم عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد. ولكن ما يحصل اليوم هو حشد شعبي كبير في الشارع بمناصرة الرئيس قيس سعيد، ليس في شخصه فحسب ولكن رفضا للمنظومة القائمة. الأزمة السياسية في تونس هذا أمر واقع، غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية هذا أمر واقع لا ينكره أحد. رئيس قيس سعيد ومن خلفه استغلوا هذه الأزمة الاقتصادية لتمرير وتبرير المشروع الانقلابي. فقط الأحرار في تونس اليوم هم من ظلوا ثابتين ورفضوا عسكرة المشهد السياسي والانقلاب على البرلمان. اليوم كل المنظمات الحقوقية الشريفة وكل الوجوه السياسية ذوات المبدأ هم الذين يعبرون صراحة على أن ما يحصل في تونس هو انقلاب تام المعالم. نعم. لكن دكتور محمد، أيضا الرئيس يصر على أنه ما جرى ليس انقلابا إنما هو تصحيح لوضع الراهن في تونس والخروج من هذه الأزمة السياسية الخانقة في البلاد. هناك اليوم اجتماع لحركة النهضة مع أحزاب أخرى في تونس، هل تتوقع بأن من هذه أن يصدر هناك قرارات ربما تأخذ البلاد إلى مسار آخر غير الذي أخذه الرئيس قيس سعيد؟ طبعا هناك ضغوطات سياسية اليوم لحلحلة الوضع والعودة إلى مربع المؤسسات الدستورية والاحتكام لنص الدستور وإيجاد جملة من التوافقات، ولكن أنا في إطار الوضوح مع أبناء بلدي هناك ضغط من الشارع معاكس، لا ثقة للشعب في هذه المنظومة والأمن هذا مو صحيح. اليوم تستعمل كل التبريرات، اليوم رجعنا لزمن تكميم الأفواه من خلال إشارة خطيرة جدا وهي غلق مكتب الجزيرة في تونس وغلق مكتب التلفزيون العربي في تونس. هناك مصادرة للحريات، يعني هناك خلق مشهد عام بعينه. فكل المفاوضات السياسية ستكون تحت الضغط. اليوم الرئيس سعيد حتى ولو فاوض سيفاوض بصفته صاحب القوة في البلاد، وهذا لا يستقيم. اليوم هذا البلد جميعنا فيه شركاء، نحن مع المحاسبة، وأنا كل يقين أن قيس سعيد عاجز على ان يقوم بفتح ملف المحاسبه، لانه اول شركاء في الانقلاب هي منظمه الاتحاد العام في للشغل، وكلنا نعلم حجم الفساد الذي يتوجه والشبهات التي تحوم حول قياداته النقابيه، كذلك عديد الوجوه التي تقود في قيس سعيد، كلنا يعلم ارتباطاتها بجهات اجنبيه، يعني ما يحصل في تونس ليس بريئا، عدا الشعب التونسي انجر بعاطفته وراء اي منصب او هذه الاشياء، وهذا ما يجب ان يستفيق منه الشعب التونسي، لان مرتب الاستبداد يستحيل ان يصنع خائن باي وطن. الكثير يتحدث عن التدخلات الخارجيه فيما جرى بتونس، لكن ليست هناك دلائل واضحه. على ماذا تستندون عندما تقولون بان هناك جهات خارجيه دفعت الرئيس قيس سعيد لاتخاذ مثل هكذا اجراءات وقرارات في البلاد؟ طبعا انا استند على وثيقه وقعت تسريب من وثيقه اللي فيها نفس التفاصيل ما يحصل اليوم في تونس حول تسعيل فصل 80 من الدستور، حين تبرأ الرئيس قيس سعيد وقال هذا لا يعنيني في شيء، والتهمة تكون للمرسل وليست للمرسل إليه. وما نراه اليوم هو تطبيق يكاد يكون بخطوات الانقلاب في تونس، وهذا ما كنا نبهنا عليه في عدة جلسات في مجلس النواب السابق.
كذلك الإشارة الثانية تكون لزيارته لمصر، لدولة مصر، ونعته للسيسي بأخيه، وكل يعلم كيف السيسي انقلب صحبه بالحديد والنار مجزرة رابعة لا تزال شاهدة بما حدث من ذلك. فقلنا أن السيد هذا توجه إلى مصر لأخذ اللقطة الانقلابية، حدث هذا الأمر. كذلك حينما نرى رجوع المثلث المصري إماراتي صهيوني المستبشر بما يحصل في تونس، يزيدنا ذلك قناعة منذ. لكن دكتور محمد، هناك من يتحدث بأن الأحزاب الحالية في تونس هي سبب هذه الأزمة والتي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة، ليس تدخلات خارجية، إنما الأحزاب نفسها كلها بلا استثناء بحسب الجهات الأخرى في البلاد ورأي أطراف أخرى في داخل البلاد، إنما قرارات الرئيس هي جاءت لي إن سميتموها انقلابا فهي انقلاب على الفساد وإصلاح الدولة من جديد والعودة إلى المسار الديمقراطي في البلاد عبر هذه القرارات التي اتخذها الرئيس ضمن ما قال أنها قانونية ضمن المادة 80 من الدستور التونسي. لنكون موضوعيين، الأزمة السياسية في تونس لو كان سببها جهة واحدة لكان حل هذه الأزمة بسيط جدا، يعني لو كان المشكلة في الأحزاب لاختار الشعب على سبيل المثال انتخاب مستقلين وانتهى الأمر، ليس الأمر كذلك. المشكلة في تونس متعددة الأصول، يعني تعود إلى منظومة قديمة متغلغلة في الإدارة وفي الدولة، إلى مشهد نقابي متعصب جدا ساهم في قتل الثورة منذ اندلاعها، وكذلك مشهد إعلامي نقيض جدا في تونس، لأن لدينا أبواب إعلامية مأجورة قادرة أن تبين أي سواد تتخيله. هذا علاوة طبعا إلى سوء أداء النخبة السياسية والأحزاب، وهذا لا أنكره، هنالك عبثية مساعدة أنفت نقمة لدى كل الأوساط الشعبية وهذا الفريق، ولكن الرئيس يتخيل اليوم هل هو قدر من اداء القضاء التونسي؟ هل لديه قدره على ان يعدل من اداء الطرف النقابي في تونس؟ هل لديه القدره على تعديل المشهد الاعلامي الذي يتلون كل حزاء مع كل ملك؟ قطعا تونس يلزمها نسبه كبيره من رفع نسوب الوحده التونسي وتسقيف سليم لما يحصل. هنالك بارونات تكاد متمثله في محاولات سياسيه انتصبت ورجال اعمال وضع كل النوع ووضع كل السياسيين في مربع متهم، هذا ليس انصافا. هنالك من يخدم البلاد وهنالك من هو مرتبط بالجبهه الشرقيه، وجب اذا كان اردنا ان نضمن المرور لتونس الى بر الامان ان الميزه الحديثه هي بيئويه وان فهمت بان كنا جمله هذه يعني الوصول الى بر الامان. هنا هل يمكن العوده الى ما قبل قرارات الرئيس قيس سعيد ام ان الوضع اصبح مستحيلا؟ بل هذا هو المطلوب. الوضع الذي نحن فيه الان هو وضع انقلابي بامتياز، الرضا في الوضع الحالي اليوم لديك الرئيس هو راس السلطه التنفيذيه، هو مالك القطار، وكذلك يتراس بخطوات مترنحه النيابه العموميه ويبدا بالجلد، ان تعثر عليه ذلك استعمل ورقه العسكري، هذا ليس يمكن الا ان يكون مشهد دكتاتوري. من يصفق اليوم للطاغيه قيس سعيد سيبكي دما في الغد، لانه سيكون اول ضحاياه اذا خالف قيس سعيد الصلاحيات الكبرى في الساحه السياسيه اليوم. وكل بيانات المجتمع المدني حذرت من استمرار هذا الوضع في الطريق واضحه. انا لا اتبنى هذا الراي، شكرا. عمل المجلس النيابي دون الطرد او قيد والدخول في وتيره مفاوضات سياسيه للخروج من الازمه على قدم التكافؤ بين كل مؤسسات الدستوريه. انا لا اعتقد بان يفاوض رئيس قيس سعيد شرفاء السياسيين وهو يحمل في يده صفقتين الامن والجيش، لان هذا ما فعله في زمن ما كل الطغاة وكل الانقلابيين. ولا ننسى قول السيسي انتم نور امينه حينما قال الوطني، قالها الرئيس التونسي انا جئت لاخرج. شكرا. ما تقدمنا شكرا لكم. وصلت الفكرة، النائب في البرلمان التونسي المجمد
عن ائتلاف الكرامة. الدكتور محمد العفاس، كنت معنا من تونس.